أنا كمواطن فلسطيني لا أؤمن بأي مهرجانات وأي خطابات إعلامية ما لم تطبق على أرض الواقع. فهم شغلة المؤتمر والتغى المؤتمر إنهم بيلعبوا بأعصاب الناس. بصراحة إحنا يعني أهل غزة كتير محبطين نتيجة اللي هي التراكمات السياسية والفشل الذريع للقيادة سواء في غزة أو في الضفة الغربية. إذا رتبوا البيت الداخلي أعتقد يعني هيكون في اتفاق على كلمة واحدة أفضل من التشتيت اللي هم الآن فيه اللي كل مرة بيصير، يعني مش أول مرة، ما دايما ما أنت زي ما أنت شايف كل مرة تنعقد مصالحة بعدين بتفشل، تنعقد مصالحة بعدين بتفشل. بصراحة ما في أي كلمة متفق عليها في جميع التنظيمات. يشوفوا الشعب، يشوفوا كيف صرنا، يشوفوا كيف الحياة صارت بغزة، يعني أقل إمكانيات الحياة مش موجودة أصبحت. طبعا على الفاضي، يعني الواحد شو ما يقول، ما فيش قيادات بتطلع على مصلحة الشعب، قيادات بتطلع على مصلحتها. هو مؤتمر حيكون فاشل من الآخر، يعني لأنه بصراحة بالفترة وفترة بيجوا بيحكوا في مصالحة وفي شغلات زي هيك، فللأسف هم مش ماخدين قرار لحتى الآن. عملوا اتفاقات كتيرة واتفقوا وقالوا بدنا نتفق وما خلوش ولا مكان اللي قاعدوا فيه عشان يتفقوا، ولكن في ظل وجود فئة مستفيدة من الانقسام الفلسطيني وتبني وتراكم ثرواتها على حساب المواطن وعلى حساب الوطن لن يكون هناك مصالحة. يعني جد نرجو من قيادات حماس أو قيادات فتح أو قيادات أي تنظيم، نرجوهم إنه لازم يعني يتم الصلحة، مش عشان مثلا إشي، عشان احنا، عشان الشباب، عشان مهمة، عشان اللي يعني قتل العدو مع بعض. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.